كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مودعي أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة لدى مغادرته البلاد هذا اليوم، مختتما زيارة دولة لمملكة البحرين أجرى سموه خلالها مباحثات مع حضرة صاحب الجلالة تناولت العلاقات الثنائية المتميزة، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وسمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي وأصحاب السمو والمعالي والسعادة.